قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. لامستم النساء تحتمل معنيين، لامستم النساء اللمس العادي، لامستم النساء الجماع، وفيها أيضا قراءتان لامستم ولمستم. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء بدليل هذه الآية أو لمستم النساء، وذهب الجمهور إلى أن المقصود بهذه الآية هو الجماع، وإنما كنا عنه بالملامسة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تمسوهن أي تجامعوهن بالإجماع باتفاق المفسرين أن المقصود ليس اللمس هذا، وإنما المقصود الجماع قبل الدخول. فالمهم أن اللمس على قول الجمهور هنا هو الجماع، وهذا هو الصحيح، بدليل أنه ضرب مثالا من الحدث الأصغر ومثال الحدث كما في السابق. في السابق قال ماذا؟ قال وإن كنتم جنوبا فاطهروا، ذكر الحدث الأصغر إذا قمتم إلى الصلاة، يعني وقد أحدثتم حدث أصغر، وإن كنتم جنوبا فاطهروا، ذكر الحدث الأصغر والأكبر. هنا أيضا ذكر الحدث الأصغر والأكبر، جاء أحد منكم من الغائط هذا مثال الحدث الأصغر، أو لامستم النساء هذا مثال الحدث الأكبر، ليبين أن التيمم يمكن استخدامه في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر كذلك. وأيضا هذه المسألة أيضا مسائل الفقه، يعني في دروس الفقه إن شاء الله تعالى تكلمنا فيها.